النهارده كان هناك او موضوعنا الاول اللي هنتكلم عنه هو توقيع عقد استضافه حفل الافضل في افريقيا بمدينه الغردقه. النهارده الحقيقه كان حاجه مبهره جدا وحاجه مشرفه جدا وحاجه الواحد كان سعيد جدا 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 بالشكل العام اللي ظهرت بيه او ظهر بيه هذا الحفل الرائع الحقيقه. الكل اتكلم، الكل قال كلمته خلال هذا الحفل، وان شاء الله هنحاول نجيب لحضراتكم اشياء كثيره جدا او رساله من هذا الحفل. الكابتن خطيب وهو بيتكلم هنجيب لحضراتكم كذا لقطه من او فيديوهات كثيره جدا من حفل النهارده، ولكن بعض اللقطات، طيب دي بعض اللقطات الاولى اللي وصلت الحقيقه لقناه النادي الاهلي زي ما حضراتكم شايفين. وصول طبعا الكابتن محمود الخطيب، الكلام ده كان النهارده الظهر وكان في الغردقه. أهم ما يميز هذا الموضوع هو الحقيقة أن يكون مثل هذا الحفل في الغردقة ومنقول في كل أفريقيا شيء مبهر جدا وحاجة مشرفة جدا للسياحة المصرية وحاجة جميلة جدا جدا لدعم السياحة المصرية. ولكن في نفس الوقت لما الاتحاد الأفريقي هيجي يفكر في أسطورة من الأساطير المصرية اللي موجودة علشان يستعين بها تكون متواجدة في هذا الحفل، اختار مين؟ اختار الكابتن محمود الخطيب. كابتن محمود الخطيب احد اساطير كره القدم المصريه ورئيس مجلس اداره النادي الاهلي. كابتن محمود زي ما حضراتكم شايفين منذ ان وطأت قدمه الغردقه، يعني هنوري لحضراتكم حاجات كتيره جدا حصلت بس ان شاء الله في الجزء الثاني. كابتن محمود الحقيقه طوال هذه الفتره او منذ تواجده في الغردقه كل الناس طبعا بتتصور وكل الناس واقفه معاه وكل الناس نفسها تقف مع واحد من اساطير كره القدم المصريه، بعيدا بقى عن ان هو رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، ولكن يظل دائما قيمه الكابتن محمود الخطيب هو اسطوره من اساطير النادي الاهلي. بيضاف عليها بقى تخيلوا حضراتكم رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، رئيس مجلس اداره النادي الاهلي هذا الانسان المحترم، حاجة جميلة جدا. يعني الواحد وهو قاعد بيتفرج فخور جدا جدا بعروبته وان هو يبقى مصري وفي نفس الوقت ان هو يبقى اهلاوي. كل الصفات دي متواجدة في الشخصية اللي امام حضراتكم كابتن محمود الخطيب. دايما كده لما الاتحاد الافريقي بيفكر في وجود اساطير من مصر تلاقي كابتن محمود الخطيب، وطبعا هناك اساطير اخرى كثيرة جدا، ولكن كابتن محمود الخطيب هو رمز من رموز الكرة المصرية ورمز من رموز الكرة في النادي الأهلي وبالتالي وفي أفريقيا طبعا، وبالتالي كان متواجدا النهاردة زي ما حضراتكم شايفين في هذا الحفل. النهاردة الحفل كان متواجد فيه طبعا كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وأحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف، واللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، والأستاذ عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة لإدارة شؤون اتحاد كرة القدم. الكل الحقيقة زي ما حضراتكم شايفين بيهتم بوجود الكابتن خطيب، حفاوة كبيرة جدا جدا باستقبال هذا النجم الكبير، أشياء كثيرة جدا جدا زي ما حضراتكم شايفين، حاجة مشرفة جدا. الواحد هو قاعد بيتفرج على الحاجات دي بيبقى مبسوط وسعيد. كابتن محمود الخطيب هيفضل دايما أسطورة مهما اتقال ومهما حاول البعض، لكن سيظل هذا النجم هو أسطورة كبيرة جدا جدا في عالم كرة القدم. بعيدا عن أي شيء، بعيدا عن كل الأمور، يظل دائما الكابتن محمود الخطيب هو أسطورة من أساطير كرة القدم المصري. هنجيب لحضراتكم لقطات كثيرة جدا وفيديوهات كثيرة جدا وعندنا فيها بعض المفاجآت هوريها لحضراتكم. طيب موضوع تاني عايز اتكلم فيه مع حضراتكم هو موضوع احد